حاليا هم بدأوا بخمسين بخمسين، بدأوا 50% للأحزاب وخمسين بالمئة للفردية، وبعدين سووا 25% للأحزاب وخمسة وسبعين للفردية. هم متشبثين يريدون يبقون بالسلطة بأي طريقة كانت. هاي القرارات بالعلن يحجون شكل الأحزاب أو رؤساء الكتل، بالعلن يحجون إنهم مع المتظاهرين، وبالخفاء بين خلف الكواليس يحجون بيناتهم يقسمون المحاصصة. لحد الآن عقليتهم مثل ما هي، ما اختلف بيهم كل شيء. بعدهم يحجون بالمحاصصة ويحجون بال إلك هالقد وإلي هالقد وهاي النسب وهاي الحصص. لحد الآن ما لهم علاقة بالتظاهرات، مجرد أنه هم مرعوبين ما يعرفون مصيرهم باكر. أنا أبشرهم أنه مصيرهم منتهي. هذا الجواب مال هذا سؤالك إلى شقين، يا أما تنطرح وجوه سياسية من طرفهم ومن جماعتهم، وهاي طبعا أكيد مرفوضة يعني قبل ما يطرحوها، مثل ما قالوا خمسة أسماء ورأسنا احنا رفضناها قبل ما نعرف من هي الخمسة أسماء، أو تطرح وجوه من ساحة التحرير، وهذه أيضا ما راح تنجح، لأنه ما دام هي العملية هي البؤرة الموجودة فاسدة ما راح يقدرون يشتغلون ذولا. يعني الجو والبيئة اللي عايشين بها هي ملوثة، ما راح يقدر ينتجوا، ما راح يقدر يشتغل، وهذا بالعكس راح يصير سلبا باتجاهنا، لأنه راح يسقط المدنيين. لأنه بعد الست أشهر يقول لك هاي الحكومة المدنية اللي جبتوها شوفوا شلون فاشلة، فهذا بالعكس لأنه هو الجو ملوث، فإحنا ما راح يقدر يسوي شيء. فمن صالحنا إنه ما يطلع واحد من ساحة التحرير يمثلنا. قانون الانتخابات الجديد بصورة عامة ما زال غامضا أمام الجماهير. كان الأحرى بهم أن يطرحوه لكي يتناقش معه القوى المدنية، القوى الوطنية، المنتفضين، المحتجين، حتى لا يصير رفض عليه. الآن الغموض على عدة مسائل. المسألة الأولى، هل أنه راح يكون 50% للقانون ساتيجو و 50% لأعلى الأصوات؟ هل الغموض الثاني، هل من حصل على 50,000 أو 100,000 صوت سيحصل على مقعد، ولكن بقية أصواته هل ستتحول إلى أشخاص ثانيين أو إلى قائمة ثانية، أم أن الذي يحصل على 100,000 يحصل على كرسي واحد، والذي يحصل على 30,000 أيضا يحصل على كرسي واحد؟ هذا شيء مهم أيضا. الشيء الثالث المهم أيضا اللي احنا نعتبره سلبي هو الدوائر المتعددة. الدوائر المتعددة المناطقية سوف تحرم الجمهور المدني والمنتفضين والثوار من فرصة الحصول على مقعد في الانتخابات الجديدة، لأن هؤلاء الحركات والشخصيات المدنية والسياسية والمحتجين هؤلاء جمهورهم من جمهور ساحة التحرير ومن جمهور الفيسبوك ومن جمهور التواصل الاجتماعي، ليس جمهورهم مناطقي. فكثير من الثوار الآن لو أرادوا أن يرشحوا سيرشحوا فقط على منطقتهم، سواء كان في الحسينية أو في التاجي أو في أبو في اليوسفية أو في الكرخ أو في العظمية، بينما هم جمهورهم الذي يعرفهم كمنتفضين جمهور كل ساحة التحرير وكل بغداد. نحن نتمنى أن يكون دائرة المحافظة دائرة انتخابية واحدة لكي نسبح بأبراز قادة جدد ونبصح بأبراز شخصيات مدنية مستقلة ممكن أن تصل، بينما عندما تكون الانتخابات مناطقية سوف نفوذ القوى العشائرية تزداد، ولأنها من منطقتهم، والقوى الدينية والأحزاب ذات السلطة المال أيضا ستكون ضمن المنطقة المعينة، بينما الشخصيات المستقلة لا تستطيع الصمود أمام هكذا جهات قوية. لو كانت هناك القائمة الفائز يحصل بأعلى الأصوات نوعا ما سيقضي على المحاصصة الحزبية، لكن إذا كان بقى جزء من عنده سانتياغو ضمن سانتياغو وجزء من عنده ضمن الدوائر المتعددة، هذا أيضا راح يبقينا ضمن المحاصصة، لأن سانتياغو راح يرشح القائمة كاملة، وأيضا راح تترشح مجموعة كاملة لحزب. هذه المجموعة لم تفز باستحقاقها، بينما رئيس القائمة هو الذي جمعهم.
ضمن سانتياغو، وبذلك راح يكون هو المتسيد عليهم. ان قانون الانتخابات اذا اعتمد ان اعلى الاصوات هو الذي سيفوز، بالتاكيد ستكون هناك وجوه جديده، وبزياده الوعي الانتخابي، بزياده الوعي السياسي، الوعي الوطني عندما يزداد، فبالتاكيد راح الجماهير ما راح توجع الى الاشخاص القديمين والاوراق المستهلكه اللي كانوا دائما يرشحون ودائما في السلطه. أول شيء قانون انتخابات الجديد مجحف لحق الشعب العراقي، لأن هذا قانون سن فصلوا على قدرهم هم، لأن هذا القانون ما يخدم الشعب، يخدمهم هم، يخدم مصالحهم الخاصة، ما يخدم مصالح الشعب العراقي. هاي واحدة. اثنين، هم إذا كانوا عندهم رجولة وشجاعة يعنون جلسة علنية حتى يعرفون الشعب العراقي الناخب اللي انتخب فلان زيد من الناس، حتى يعرف هذا يشتغل لمصلحته أما يشتغل مصلحة العامة، يشتغل مصلحة حزبه، المصلحة الخاصة، هذا اللي يعرف الشعب. بالنسبة للانتخابات، انتخابات تريده انتخابات تدخل بها قضاة شرفاء خالين عن الأحزاب. هذا القانون قلت لك، هذا القانون فصلوه على قدرهم هم، ما فصلوه على قدر الشعب العراقي. كل واحد يغني على لا إله، وكل واحد يحوش النار خبزته، ما يحوش النار رخبص الشعب العراقي، هذا الشعب المظلوم، بس إن شاء الله يخسون. إن شاء الله هذا القانون الجديد إن شاء الله راح يفلسهم من جميع الامتيازات والمخصصات العايدة لهم إن شاء الله. اليوم هذا الشارع العراقي وهاي الانتخابات، وهاي انتخابات ترى هاي اليوم ملايين الشعب العراقي طالع يريد يغير. هم خسروا بالمرحلة ذيك قبل انتخابات 17%، سووها 40% على مو شنو، على مو سعدون. إن شاء الله هم بذيك خسروا، وإن شاء الله بهاي مفلسين. هم وقادة الكتل، أهم شيء قادة الكتل، لأن هي إذا الصقور، إذا خسرت الصقور يخسرون الدون منهم. فإن شاء الله نطمح بأن يخسرون الصقور أمثال قادة الكتل ذول الأسماء البائسة. فنسأل الله ورسوله أن تنزاح هذه الغمة عن الشعب العراقي المظلوم المحتضن. نريد قانون يتناسب وحجم ما يريد العراق، قانون يوفر فرصة للجميع، ويكون يعني بمعزل عن المطبخ السياسيين الجدد، وبمعزل عن الأحزاب، وعلى أساس انتخاب فردي، وأن تكون المحافظة هي دائرة واحدة كي توفر فرصة أن يرتقي سدة التشريع الشرفاء من بلدي. ولا ننسى دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في عملية الإشراف على الانتخابات. الخلاصة، نريد قانون يختلف بشكل جذري عن القانون اللي يوفر فرصة ومساحة لاستغلال خيرات الشعب وبتوزيع عادل للثروة. يعني أن نأمل أن يكون القانون بدون ثغرات. هاي عملية نوع من أنواع الخيال، إلا أنه نطمح لقانون منصف، قانون يوفر فرصة للشباب أن تتقلد مناصب مهمة في الدولة العراقية كي يكون العراق لنا لا لحق النصوص. لا نسبق الأحداث، يعني من ينطرح القانون ويقر وتقترب ساعة الصفر في الانتخابات نقرر من سيعتلي دفة تشريع ومراقبة الحكومة العراقية. قانون الانتخابات صادر من هاي الحكومة، مرفوض، لأن هي حكومة أصلاً، مجلس البرلمان هو أصلاً مرفوض. فهذه الشباب اللي ضحت بدمائها وضحت حتى بأعمالها رافضة كل الوجود، لأن الأحزاب اللي موجودة حالياً لها انتماءات إلى دول أخرى وليس للعراق. فإن كانت الأحزاب هي منتمية إلى العراق ووطنية فعلاً، والله كنا معاهم.
بس مع الأسف أعطيناهم مجال هاي 16 سنة كنا متأملين خير بهم، مع الأسف يعني وصلونا إلى هذه الحالة اللي شباب اللي كلها ضحت بدمائها من غيمها ومن قهرها. 1000 دينار ماكو بجيبه، 500 دينار ماكو بجيبه. هذا الشاب المسكين فضح، فقال لك أنا ميت بوجودي، ميت وهنا أنا ميت، على الأقل أنا أموت بشرف. فقانون الانتخابات مرة. أخي العزيز، أخي العزيز، إن كان مجلس النواب أو رئاسة الوزراء أو أي جهة أخرى ضمن هذه التشكيلة السياسية اللي تدير البلد، مرفوض، نهائياً مرفوض، لأن هي نفسها نرجع وندور مجلس النواب كل انتماءاته إلى الأحزاب اللي هو شعب هسه رافضها، فما ممكن نأيدها، ما ممكن ننطي شرعية إذا أيدنا هذا أي قرار يصدر منهم أو أي دستور أو أي قانون. إحنا أيدنا العفو بوجودهم وأيدنا في كل الأمور اللي صدروا، فنرجع لبيوتنا أفضل، لأن إذا عدنا تأييد إلى هذا الموضوع أو إلى هذا المجلس أو الرئاسة أو أي جهة أخرى. بصراحة هو جوهر الموضوع، الثقة معدومة ما بين الحكومة ما بين الشعب مبثلين بالتظاهرين، لأن هاي السنين المرت بسبب عدم الثقة واللي جرى عدم، لأن ماكو ثقة. فلهذا احنا نقول موجودين كفاءات بالقانون الدولي، موجودين اختصاص بهذا المجال وبإشراف الأمم المتحدة حتى يصاغ لمصلحة الشعب العراقي، وإلا الدليل اللي صار الإشكالات ما بين الخلافات السياسية ولهذه اللحظة وتوجد خلافات، يعني ولا كأن الشارع والمتظاهرين راح يسمعوهم يقولون يعني إلى متى هذه الخلافات. إذن أنتوا ما عندكم هذه الخبرة بصراحة، لأن الدليل لهذا العراق الدمار اللي صار سبب عدم الخبرة السياسية صدفة، ما عندهم خبرة بأي شيء، لا بالاقتصاد ولا بالسياسة، ولا همهم الشعب، همهم مصالحهم، فيوصل هذا القانون على مصلحتهم، وبالتالي صار خلافات، كل شيء تريد ما يتناسب. فإذا احنا نقول موجودين شخصيات كفوءة، طالب من الأمم المتحدة وتنسيق مع الحكومة حتى نراويهم القوانين اللي تفيد العراق. لا لهذه اللحظة شوف مجرد جواب على سؤالك، الخلاف صار مجلس النواب هو هذا أكبر دليل، ما ينفي، وهم خذونا بهذه المرحلة مع الأسف، اللي خسرنا وقت وخسرنا أموال عراقية كاف يعني تاريخية بالإمكان أن تبني العراق أكثر من 5 مرات، بس ما يفيد. إحنا رجل شيء 100% يعني علاج جذري، بعد ما بيها مجال لانتظار الأخطاء، ما بيها مجال، كون قرار فوق النموذجي يتناسب مع الدمار اللي صار عندنا، بعد ما نتحمل أكو ثغرات في القانون. ليش؟ لأن أكو قراءات ما تقدر تنافس الأحزاب، لأن يعني قانون الأحزاب ما مقر وكلها عندها سلطة وعندها نفوذ، فأنا شخص كفو أقدر أقدم خدمة، ما أقدر. فهذا القانون الجديد يتيح للشخصيات اللي بالداخل وبالخارج العراقية تبنى القراءات الوطنية الحقيقية اللي عندها آراء جدا كبيرة ودخلت دسقت مع الحكومات السابقة والحالية، وما حد مسح لها المجال لمساعدة العراق. نفس القانون هم يردون يجيبوه، يعني يجيبون يغيرون الوجوه، بس هي الوجوه راجعة للأحزاب، وهذا الشيء ما نقبل به. احنا نريد انتخابات من داخل ساحة التحرير، احنا نرشح ناس بهم الكفاءة مخلصين للوطن. طيب يعني برأيك ما راح تنزل وجوه جديدة لو صوت على هذا القانون من قبل مجلس النواب؟ موضوع الانتخابات حقيقة موضوع ومثير للقلق، يعني بكل تفاصيله. هناك من المؤكد هناك خفايا، يعني غير ما عرض على المواطن وغير ما عرض على الإعلام، اللي نتخوف منه هو هذه الخفايا. حتما هناك أحزاب ستعمل على التقاتل، يعني حد القتال على نيل مغانمها من هذا القانون. يعني ما ممكن اليوم أحزاب
بكل سهولة قاعدة تنفذ تفصل قانون انتخاب لخدمة المواطن وتعزل مصالحه. يعني هذا الموضوع هنا هو اللي يثير الشك. المواطن دائما يسأل يقول مشكلة نوعية الأحزاب اللي هي أساسا موجودة وأساسا هي أساس الخراب وأساس الفساد، فشون اليوم تجي تشرع لي قانون وتصحح لي دستور وتصحح لي فقرات قانونية أخرى تحدد مسار العملية السياسية المقبلة اللي أنا أساسا أريد أنفض ركام هذا الماضي وهذا الغبار اللي عليه حتى أبدأ حياة جديدة وحياة يعني مستقبلية تليق بهذا البلد. طبعا بالتأكيد يعني اليوم القانون الانتخابي اللي يخدم العراق ويخدم الشعب العراقي من وجهة نظري يعني القانونية أنه يكون هو اليوم على القوائم المنفردة اللي 100% مو القوائم الآن اللي أو القانون شكل القانون أو مشروع القانون اللي تريده الأحزاب أنه 50% للأحزاب و 50% للقوائم المنفردة أو الأشخاص المنفردين المستقلين. اليوم وجهة النظر القانونية اللي أشوفها تخدم العراق وتتناسب مع العراق بعد الأوضاع اللي مر بها العراق على مدى 16 عام من الفساد والدمار والطائفية والمحاصصة الحزبية، أشوف أنه اليوم يكون الانتخاب وفق اعتماد قانون القوائم المنفردة 100%. يعني كيف؟ يعني اليوم تكون الأشخاص منفردين، المرشحين يكون منفرد بقائمة، وتكون هذه الدوائر أنه كل قضاء دائرة ودائرة مصغرة. هنا أنا شلون راح إذا صار القضاء دائرة مصغرة أنا راح أوفر أمور مهمة جدا للبلد وللمدينة. شلون؟ أنه هنا أنا أولا راح أقضي على المحاصصة السياسية. كيف؟ انه اليوم انت مثل ما تعرف الانتخابات اللي جاي يصير عندنا بالعراق هي قوائم، وهذا الشخص اليوم من يجي ضمن قائمه وانت تعرف الامور اللي صارت بالمفوضيه والامور اللي صارت بالانتخابات، وكما اعلنت المفوضيه عن تزوير مراكز في الخارج وتصويت الخارج ومراكز هنا وصار اكو عمليات، انا اليوم هنا هذا النظام شلون راح يضمن لي يقلل عمليات التزوير او ينهيها او راح يكون فد يعطيني فد منتوج ايجابي يعني بالعمليه الانتخابيه؟ انه كل ما تكون الدائره بالقضاء مصغره انه اهل القضاء راح يعرفون منو انتخب ومنو ما انتخب، منو طلع ومنو ما طلع، والناس يعني معروفين على 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 اهالي القضاء. هذا الموضوع انه اليوم انا اولا راح احرر المرشح، كيف راح احرر المرشح؟ المرشح اليوم اللي يصعد ضمن قائمه هذا راح يبقى على مدى الدورة الانتخابية هو مطيع لرئيس القائمة ولرئيس الكيان، وأيضا هذا الشخص اليوم اللي راح يصعد عن قائمة انتخابية هذا راح يكون اليوم هو على مدى هاي الدورة راح يبقى مطيع لرئيس هذه القائمة ويؤتمر بأمره ويؤتمر بما تصدر هاي القائمة أو هذا الكيان السياسي من أوامر، إنه لأن بقاء مرهون بموافقة رئيس الكتلة والكتلة مالته. هاي قضية مهمة. اليوم أنا من أكثر انتخابات فردية وصعد شخص منفرد هذا ما راح يكون تحت هيمنة شخص ولا تحت هيمنة قائمة، وبالتالي صحيح انه الاشخاص المنفردين راح يوصلون الى قبة البرلمان راح يشكلون تكتلات، يعني المنفرد راح يشكل تكتل داخل قبة البرلمان لكن مو التكتل الحالي، راح تكون تكتلات بعيدة عن هيمنة احزاب وكتل سياسية، يعني راح تكون تكتلات فردية ما حد له قرار عليهم وما حد له منية عليهم، واقلل من العبودية السياسية واقلل من المحاصصة السياسية. هذا شيء مهم جدا. أولاً قانون للانتخابات يعني بوجود البرلمان وبوجود هذه الأحزاب السياسية هذا مرفوض. أنا كأنما هذا قانون انتخابات كأنما إطار لي صورة، أنا طالع كشعب مطلبي تغيير الصورة وهو البرلمان، تقليل البرلمان، تقليل إلغاء مجالس المحافظات، تعديل نظام الحكم، رئيس وزراء منتخب مباشر من الشعب، يلا أتسوي قانون انتخابي على ضوء هذا الشيء، انتخاب المحافظين كذلك. وليس أنا شنو الفائدة نظام انتخابي ونفس النظام الحكم اللي موجود، لا غيرت لي مجالس محافظات الغيته، لا قللت لي نسب البرلمان، بقى رئيس الوزراء تتحكم به كتل واشخاص، وإن يكن يدخلون أفراد لكن هم متابعين للأحزاب وينجمعون تحت قبة البرلمان. إذا أنا ما غيرت شيء، ما غيرت اللي الشارع اللي يريده، الشارع يريد تغيير النظام السياسي الواقع. هذا نظام أثبت فشله ورفضه من أبسط إنسان فرد بالشعب العراقي من الأمي إلى أعلى شهادة علمية. نظام أوصل العراق إلى ما تحت العصور السبلة، تحت السبلة، مو كانت عصور الظلمة، تحت الظلام أكثر 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 ما وصلنا العراق، من انهيار اقتصادي إلى انهيار صحي إلى انهيار التعليم إلى انهيار القضاء، انهيار كل الواقع المجتمع من وراء هذه الانتخابات ونظامها وواقع الدولة المرير.
أي قانون يخص المفوضية ويخص قانون الانتخابات هو مرفوض جملة وتفصيلا من الشعب العراقي، ولا يلبي طموح الشعب العراقي، بل يلبي مصالح الأحزاب الحاكمة التي حكمت منذ 2003 لحد هذا اليوم. أما بخصوص ما يريده المتظاهرون من قانون الانتخابات، فأولا الانتخابات تكون على منفردة بشكل انفرادي لا بشكل حزبي أو تكتلي، لأن إذا رجعت هذه الأمور راح ترجع نفس السياسات التي أدت إلى الفشل الذريع في كل مجالات الحياة ومفاصل الحياة في الدولة العراقية. كذلك نريد إلغاء التصويت الخاص. التصويت الخاص هو المركز الأساسي الذي يعتمد عليه الأحزاب. ليش؟ لأن التصويت الخاص هو مجير لهذه الأحزاب الحاكمة. فإحنا منذ سنوات طالبنا بإلغاء التصويت الخاص ليكون التصويت الخاص الأمنية، الأجهزة الأمنية هي أجهزة مستقلة تماما، مستقلة للشعب العراقي فقط، ويكون استقلالها حياديا لا مع هذه الكتلة ولا مع هذا، حتى نضمن استقلاليتها. كذلك إلغاء التصويت الخارج. التصويت الخارج الكثير يشوبها من الفساد والتزوير. هذا أيضا الركيزة التي تعتمد عليها الأحزاب في دعم تصويتها والتزوير حاصل، لأن الأمر مبهم في بالنسبة لي بخصوص التصويت الخاص. فأمور كثيرة تخص قانون الانتخابات تنبثق من ساحة التظاهرات وتفرض على البرلمان كي ينتخب الشعب بإرادته لا برغم عن إرادته. إذن كل قانون يصدر من البرلمان سوف لن يؤخذ به ولن يعمل به. هذا هو رأي الشعب العراقي، فعليهم أن ينزلوا إلى الشارع ويأخذوا رأي الشعب حتى يصدروا هذه القوانين المهمة التي هي أساس وركيزة العملية السياسية في العراق. بالنسبة لقانون الانتخابات، احنا هاي الناس الطالعة والدماء اللي طيناها، نريد نأسس أساس زين، نريد نطهر البلد المسلوب، نريد نبني لنا بنيان زين. البنيان شلون يبدي استاذ محمد؟ لازم قانون انتخابات يعتمد على القوائم المتعددة. ما اريد القانون اللي يردوه هم هسه 50 لهم للأحزاب و50 لمن للشعب، يعني ما سوينا شيء. لأن ما نتجنا شنو يعني اللي حصلناه احنا من الأحزاب من ذاك اليوم طيلة 16 عام، غير الدمار، بنية تحتية ماكو، مجال تعليم صحة، العراق بأسوأ المستويات في العالم. فباقين بالمظاهرات، ونرفض وبشدة القانون في حال التصويت عليه 50-50. ما نقبل، احنا عندنا قناعة بس منه ما يظلون يستحيل، لا تراجع. نريد التخلص من الأحزاب شلع قلع، نريد لنا وطن حر. تصويت الخارج احنا ودنا يعني انه تصويت الخارج يرفض، جاي تيجي الصناديق من هناك معباية بالأصوات اللي تابعة للأحزاب. حتى تصويت القوات الأمنية اللي هو التصويت الخاص جاي يتحكمون به. والله لأن الفقرتين نأمل يعني الرفع عنه من القانون، بس احنا تركيزنا نريد قوائم متعددة، قوائم فردية على الأقضية وعلى النواحي 50-50، مرفوض نهائيا وما راح نستقبله ولا تراجع. لا تراجع. قانون الانتخابات للأسف فصل حسب مزاج الكتل السياسية ولا جديد في الأمر. يفترض أن يشارك المواطن، أن يشارك المتظاهر، أن تشارك النخب العراقية بالتعديلات القانونية الخاصة بقانون الانتخابات، وأن يكون لهم رأي حاضر بهذا الجانب. فضلا عن مشاركتهم يفترض أن يشاركوا أيضا في التعديلات الدستورية. لا يبقى الأمر كما هو عليه، يعني دائما الكتل السياسية تراعي مصالحها على حساب الشعب. أيضا هناك تدخلات دولية، تدخلات إقليمية بهذا الأمر، لأنه يمثل حجر الأساس لإعادة ترميم أو تنظيم أو تأهيل العملية السياسية، خصوصا وأننا نحن من دعاة الحفاظ على الديمقراطية وعلى البناء الحقيقي للعملية السياسية بعيدا عن إسقاط العملية السياسية. يفترض ما دام المواطن بهذه الروحية وبهذا الوعي، يفترض أن يحترم هذا الوعي من قبل الكتل السياسية ومن قبل قادة السياسة الذين هيمنوا على إدارة البلاد والعباد طوال السنوات الماضية. القانون الأخير بتعديلاته
الأخيرة لا يتناغم مع طموحات الشعب العراقي ومع طموحات أي متظاهر أو أي محتج من هدفه أن يرى العراق سالم غانم، أن يرى هناك تعديلات مهمة من شأنها أن تنهض بواقع البلد. أعتقد ما جرى وسيجري عملية التفاف جديدة على الشعب العراقي. أنا رسالتي لمجلس النواب يعني الإسراع بقانون الانتخابات حتى يفض هالنزيف الدم بالشعب هذا، ونريد قانون عادي يخدم البلد والشعب كله بأطيافه، حتى إذا ما يعني حتى يعم السلام والعدل، لأن إذا ماكو عدالة بالمجتمع فماكو لا أمان ولا استقرار، ولا يعني حتى رب العالمين يعني ما ينظر لنا بنظرة الرحمة. فإحنا نريد هالقانون هذا يكون عادي لكل الشعب، والعراق واحد والبلد واحد والمواطن العراقي واحد، وكافي دماء حتى لا يظل إحنا إلى متى نظل نسفك دماء يعني من دون الشعوب. الشعوب صارت وصلت يعني صعدت إلى أبعد نقطة بالفضاء، وإحنا بعدنا بلدنا هيجي يعني حرام وكفر وجريمة. احنا خلنا نلتفت نفسنا ونحط ايدي بايد، لان يعني هذا اللي يصير مو من عندنا، اكو دول خارجيه واكو اعداء هواي تشوف هذا البلد بيه نعيم وبيه خير، فما تريد شعبه وشعب شعب كريم واصيل وكل ثقافه وكل حضاره. والانبياء النبي ابراهيم هو ولادته هنا بالعراق، نبي انبياء عندنا 20-30 نبي حتى مقبرتهم هنا، يعني العالم كله يجي في سبيل كل من للنبي ماله أو الفئة اللي ينتمي لها يجي إلها. فإحنا إذا عم السلام وصارت شغلة الانتخابات وخلصنا من هاي الشغلات اللي كل من ياخذها لنفسه، بالله العظيم لا عندنا فقير ولا عندنا واحد مظلوم ولا عندنا واحد يحتاج الواحد، حتى الأخو ما يحتاج. ليش هيك احنا نسأل من الله وأهل بيت الرحمة أن يعني يفتح بوجه العراقيين بحق محمد وأهل بيت محمد. راح اشرح لكم فنبذة صغيرة عن قدر الإمكان بصورة مختصرة عن قانون الانتخابات المعمول به من 2006 وإلى الآن، وما هو التعديل المطلوب والذي يريده الشعب. أولا، سابقا نظام الانتخابات يعتمد على الكتلة والحزب، يعني من تنتخب مازين يفوز على المالكي أو علاوي، زين يفوز مالكي أو علاوي. الآن المرشح إذا ما حصل على الأصوات المطلوبة هاي تروح الرئيس الكتلة أو المرشح اللي محصل أكثر من عدد الأصوات، وأيضا اللي ما يحق لك ترشح إلا إذا كنت منتبه للحزب أو كتلة وياك. زين هسه شلون المطلوب؟ المطلوب التعديل أن يكون الترشيح فردي ومن دون انتماء إلى حزب. زين يعني إذا يعني فرضا إذا ما حصلت أصوات الكافية أصواتك ما تروح لغيرك، واضح؟ يعني يسموه ترشيح بأصوات 100% للفرد إلا باختيار الشعب وبنسبة مثلا 100,000 صوت. زين 100,000 صوت يصير للشعب، يعني نص البرلمان لترشيح الأحزاب والكتل للترشيح الفردي ليس ما يصوتون عليه. احنا اليوم نطالب أن نكون الجلسة علنية وجلسة يعني قدام أمام أنظار الشعب. لعد احنا من نطينا الشهداء وضحينا وواقفين صارنا هاي فوق 75 يوم بكل مدن العراقية منضحت على شنو يابي؟ انه 50% يروحون منا، 50% بخمسين لازم 50% من الكتل والأحزاب و 50% فردي. إذا راح يتسلط أبو الكتلة ونرجع مثل ما كنا. زين فإحنا اليوم نقول نوصل رسالة للبرلمانيين، نقولهم اتق الله بالشعب، اتق الله بالشعب، لأن أنتوا ما سويتوا زين. هذا الشعب أثقف شعب وأنبل شعب، وشعب ترى الشعب العراقي معدود على دول العالم بالثقافة مالته. اجيتوا انتوا سويتوه شعب ليندل باقة فلوسه باقة خيراته، وان شاء الله سوف تجلي هاي الغمة عن هاي الأمة بسواعد ابناء وشباب الشعب العراقي الأبطال الغيارة. زين
قانون الانتخابات كنا نتمنى الخير. البرلمان العراقي يقر قانون الانتخابات، قانون الانتخابات نزيه، أعضاء مستقلين لا يخضعون إلى الأحزاب، لا يخضعون إلى جهات خارجية، فكنا نتأمل منهم خير يعني بصراحة. فأصابنا أصابتنا الدهشة بعدم إقرار قانون الانتخابات، فنتأمل خير، نتأمل خير في إقرار قانون الانتخابات. هذا شيء. الشيء الثاني، إحنا طبعا من خلال المتظاهرين السلميين وهم يطالبون، ونحن نطالب، كنا المتظاهرين السلميين نطالب بإقرار قانون الانتخابات نزيه يحفظ كرامة العراقيين وكرامة هذا الشعب المظلوم. لذلك احنا ومن هذه القناة الحرة، قناة التغيير، ندعو ونكثف مطالبنا بإقرار هذا القانون. يعني مدارس تعبانة، مدرسة يدامون بها أربع مدام، يعني ماكو هيجي، يعني الحالة تعبانة جدا. فالمستشفيات مزرية، مصانع ماكو، شوارع خدمات ماكو، تعبانة. فلذلك يعني الشعب يعني يظل يباوع، بس يباوع ينتظر، يعني إلى متى يبقى هذا الحال وهاي الوضعية التعبانة. فيعني احنا نريد تغيير. يعني من يجي المسؤول من يجي هو يعني المفروض مسؤول، واصل، عنده شهادة، مثقف، يعرف شلون يتصرف. الميزانية من يعطيها للمحافظة، يعني هسه احنا مثلا راح هاي السنة راح تنتهي ميزانية 2019، وينها؟ يعني ما شفنا بنا جسور، بلطة وشارع، يعني مجاري، هاي شوارعنا تعبانة، يعني ماكو هيك. يعني هسه واحد تاكل العميان انصف، هسه اطل هذا الشعب التعبان، هذا الشعب يعني اكثر القوانين، يعني مثلا قانون التقاعد، يعني المتقاعد ياخذ له 400,000 دينار، شنو ال 400,000 دينار؟ يعني وين يوديها؟ للطبيب، المسواق، الكهرباء، المي، يعني المن يطين. فاكو قوانين، يعني البرلمان يعني من انعقد لحد الان ما فد يوم اطى قانون او شرع قانون يفيد الشعب. من سنه 2003 من السقوط لحد الان اعطيني قانون فاد الشعب. يعني كل من يقول لك واحد اطى قانون فيه، يعني قانون التقاعد واحد يقول له اطيخ 100,000 زياده ما تحسين معيشه، وهذا يقول له لا هواي، وهذا يقول له يعني اكو متقاعد خلص عمره وحياته بالدولة، يعني ما تكافئوا. مو هاي الدول الخارج روح شوفوها، هي أبسط مثال. قانون الانتخابات البارحة من حصة الجلسة وانسحبوا من الجلسة الكتل السياسية باعتبارها خانت الشعب العراقي وخانت العراق، فهي محسوبة عليهم. وإحنا نريد جلسات علنية غير مغلقة، علنية، حتى الشعب يفتهم شنو اللي نريده وشنو اللي علينا وشنو اللي إنه. إذا حصلت هاي إحنا كشعب موافقين. بعد ورق إن شاء الله، بعد قانون انتخابات هذا إن شاء الله الأحزاب تنتهي، ما نريد أحزاب ولا نريد كتل سياسية، والقانون هذا لازم يتفعل، ولازم جلسات البرلمان تكون علنية لا سرية. هسه لو نوجد قانون انتخابات عام بالعراق ونظيف، وتغيير فقرات الدستور والغاء الاحزاب، يعني معناته الشعب ارتاح، راح نعرف مصيرنا. اللي حد هسه احنا مصيرنا مجهول باتجاه السياسيين، راح نعرف مصيرنا على مود الشعب يرتاح، ترجع المظاهرات، كل من يرجع لبيته، وبعد ماكو اشكالات مع اي حكومه تصير. في حاله حكومه تنتخب من قبل الاحزاب، لا تبقى المظاهرات. والله صارت ملل، طلعوا المتظاهرين ويحكون من بدايه المظاهرات لحد الان اللي هي صارت تقريبا شهرين يناجدون الحكومه والخير والمسؤولين بها، انه انتخابات، نريد قانون انتخابات. اخذوا جلسه البارحه وما نقلوا الجلسه مباشر على التلفزيون حتى يطلعون الحقائق، وراها نشروا
انه الجلسه تاجلت الى اشعار اخر. ليش هالتكتم وهذا الاعلام اللي دا يصير داخل الجلسه؟ لماذا يمنعون الكادر التصويري والاذاعات من الدخول الى جلسه البرلمان؟ قبل يعقدون الجلسه البارحه قالوا على اساس انه راح يسووها 50 ب50، فلما عقدوا الجلسة قسم منهم قالوا 50 و50 وقسم من عندهم قالوا 100% إلى السياسيين، فصارت تضاربات بين الكتل بين رئاسات الكتل، فأجلوا الجلسة إلى إشعار آخر حتى ما أعطوا وقت إلى أي وقت أو يوم أو تاريخ لعقد الجلسة. قريت قانون الانتخابات يصير يومية باكر، يومي يقول لنا باكر كلش ما كلا قانون انتخابات ولا هم يحزنون. عم دخل يسوون قانون انتخابات يومي باكر مجلي يومي باكر. جيبوا لنا واحد شريف يحب هذا الشعب عمي. ما هذا الشعب حتى غيره بعد ما صارت عدة من وراكم. شلون تاليتها؟ شلون بس ردفتهم؟ يعني هاي الغيرة وين راحت؟ غيرفتهم وين راحت؟ انتهت؟ هذا شعب غيور شريف. ليش ايش تسوون بيه عمي؟ ليش هيك؟ حكومة يعني انت ما تباعون ما تشوفون البلد ما تطلعون يعني ما طلعتوا ما رحتوا شفتوا البلد البلد الثاني المتجاور ما شفتوا ما رحتوا ما شفتوا افطرتوا بشوارعها ما شفتوا حدائقه ما شفتوا الشجر ما شفتوا شبابه شلون تاليتها ما تقولون شلون تاليتها يعني غيره فد مره مسحت عندكم عم يسوون قانون تغيير قانون انتخابات جديد خلي هذا الشعب يرتاح حرام عليكم حرام حرام نريد قانون انتخابات عادل لأن تعبنا والدنيا تعبتنا حيل. شوف السوت بينا أستاذ، أنا شاب لسه عمري 26 سنة 27 سنة لحيتي بيضة. الله يقبل محمد علي. إحنا نريد نرتاح بالحياة مثل باقي الدول، سمو هاي البحرين مو هاي السعودية مو هاي قطر. ليش إحنا إيش دا يصير بينا غير نعرف؟ إحنا نريد حاكم يجينا شريف يحب هذا الشعب، هذا الشعب طيب عنده غيرة. ليش إيش حرامات دا يصير بينا؟ شنو سوينا إحنا بحياتنا غير نريد واحد يجينا يقول عمي راح اليوم أسوي هذا البلد راح أخلي الشباب ترتاح؟ احنا نريد الناس تخدمنا مو احنا نخدم الناس عمي. احنا بلد نفطي بلد كله خيرات، هذا الذهب هذا ذهب كله جوا، هاي الارض مالتنا كلها ذهب جوا. ليش ايش دا يصير بينا غير عريف؟ شلون تاليتها بينا؟ شلون نريد من قناة التغيير ان توصل صوتنا ورحم الله والديكم وانتم تعبتوا عم قناة التغيير الله يوفقكم بجاه امير المؤمنين علي، لان دا تسووه مو قليل عمي من اجل الشعب ولاجل هاي الدنيا وان شاء الله بجاه امير المؤمنين الله سبحانه وتعالى يوفقكم ويخليكم ويسر عليكم وعلى قناتكم وعليك انت استاذ بجاه امير المؤمنين. هذا دعانا لكم، اريد من الحكومه ان ترحمنا. ارحمونا، ارحموا ما في الارض يرحمكم ما في السماء. الله سبحانه وتعالى عظيم وما ينسى ولا يتعب، بالعكس ايش قد ما يطينا يقول هل تريدون بعد وانتم شو ما مطينا كل شيء ما مسوينا. هاك شوف هاي الشوارع محفره، شبابنا انتهت، هاي اطفالنا بالشوارع تبيع علاليق وناس تدفع عرباين. ليش ايش ليش؟ بدل ما تقعده بمدرسه تخليه يصير عالم دكتور مهندس عم يخلي هذا البلد مرتاح طول العمر. والله احنا نريد قانون انتخابات بانه يمثل الشعب كله، ما البس للاحزاب وهاي ما يصير، هذا يصير احتكار ويصير مظلوميه. لازم الشعب كله يشارك بهاي الانتخابات، انتخابات عادلة وبحضور أممي مو يشكلاوات تزوير ما تزوير. هو هذا الشيء اللي احنا نطلبه من الانتخابات، وقانون انتخابات عادل زين ونزيه. وهاي اللي الهيئة مال الانتخابات لازم تبدل كلها، لأنهم كلهم كلاوشية زين عيني، يشنون قانون اللي هو يفيدهم ما يفيد الشعب. هو هذا الشيء اللي مرفوض بتاتا، حتى المرجعيه طالبت بهذا الشيء. هو هذا الشعب اندمر، هو شنو رساله؟ هو الوطن شير يعني الشعب شير يريد حقوق، يريد بانه هذا مدارس زينه، بنى تحتيه زينه، عيشه كريمه. وهاي يعني ما اعرف يعني واحد تحكي انه يصير مردودها سلبي عليك. هو هذا الشيء يعني احنا ذاك الزمان مظلومين وبهذا الزمان هم مظلومين. يعني يقول لك حكومه شيعيه ابتلينا، بالعكس هم من اجوا وخلوا رئيس وزراء شيعي ورئيس وزراء ورئيس جمهوريه
كردي ورئيس برلمان سني، هي هاي تحققت الطائفية والاستعمار هو هذا رائد شيء، هو هذا الشيء اللي رائده سني شيعي كردي. الشعب خلوه كل طائفي من 2003 تفجيرات، شنو شيعي شنو؟ احنا نريد انسان، انسان بمعنى الكلمة مثل دول الدول الأوروبية الدول الغربية، هم يقولون هذا مسيحي وهذاك يهودي وذاك روماني، ما يصير. شنو الشيعي سني كردي قسمتوه فصلتوه؟ ليش عندهم مآرب على مود يصير اقتتال بين الشعب وهم ياكلون خيرات الوطن كلها؟ هو هذا الأساس. عند الحديث عن تشكيل حكومة أو رئيس وزراء مقبل، أتمنى أن يكون مو من هذه الطبقة السياسية اللي جدنا، لذلك أرى لازم عليه أول شيء غير الدستور، الدستور يتغير، وما نريد أي وجه جديد من الوجوه اللي شفناها، لأن ما يستحون أن يقودون المجتمع العراقي بصراحة. وهذا مو رأيي، رأيي 90% من المجتمع العراقي، لأن الأحزاب هي سبب الوباء والثبور ودمار هذا الشعب. أتمنى أن نحقق إنجازات كبيرة لوجود جديدة في المستقبل القريب. احنا كمواطنين يعني نطمح دخول وجوه جديدة، بنفس الوقت انا اقولها ويعني قلتها واقولها لكم، ان يجب على الحكومة او على المتظاهرين السلميين هم ان يختاروا القانون الجديد، لربما سوف يعني يغير ام لا يغير لحد الان يعني لم نعلم، لكن يعني يعني كما قلت لك انه نتمنى دخول وجوه وطاقات شبابيه جديده الى المحافظه، عفوا الى مجلس النواب العراقي، لان تعرف ان هذه الوجوه يعني كالحه على يعني جاثمه على قلوب العراقيين بين قوسين، فنطالب ب يعني دخول وجوه شابه جديده تعمل على يعني اصلاح الفساد والمفسدين، اصلاح مؤسسات الدوله وما شابه ذلك، من اجل ان يعني نعمل على تغيير الواقع المزري الذي نعيش به الان. بالنسبه للانتخابات هسه هي الكتله الاكبر هو المتظاهرين، هم يحددون الانتخابات وهم ينتخبون، هم يحددون رئيس وزراء، يحددون شيء. اما هسه اذا على على الانتخابات الاوليه المحاصصه لا ما تفيدنا، لان ما وجهونا شيء، وبعدين محاصصه ويا اللي يجي بعد انتخاب هذا كرتب العشرة وهذا كرتب العشرين، وما بعدين ما يوصل شيء، يوصل اعلى درجه يبيعها ويطلع، فما موجهينا كل شيء. احنا نريد المتظاهرين ضحوا بدمائهم، هم يحددوننا محاصصه، ما نريد انتخابات، ننتخب النزيه، نريد النزيه الشريف اللي يخدم البلد. كل شيء كل واحد بالحكومه بالبرلمان السابقين بالحكومه السابقين ما نريدهم، كان ما يكون، لان ما وجهون شنو يسوون بالبلد، وصلوا الى اتعس الامور. خصوصا الانتخابات لازم يصير تغيير، مثل ما نقول يكون العراق نحو الأحسن. يعني سابقا كانت أكو حكومات انتخابات مرتين ما جاي يشوفون شيء، فهذا الشيء لكونهم الانتخابات إن شاء الله المبكرة تغيير الكابينة الأساسية كلها، على مدة خلينا نقول تصير حكومة جديدة، نحس بنفسنا كعراقيين صوتنا مسموع، حقنا ما ينسلب من قبل الأحزاب أو غير الأحزاب. وهذا الشيء مو بس يعني كوني مواطن عراقي، كل البلد وكل المحافظات تحب هذا الشيء، فهذا الشيء تمناه اليوم قبل باكر. الانتخابات بيد نخليها بيد الشعب، لأن يعني الشعب هو اللي متأذي وهو اللي متدمر وهو اللي يعني كل السلوك الأذية جت من الحكومة ما جت من الشعب. الشعب بطل ويصبر وصابر، واصبروا وصابروا الله سبحانه وتعالى يقولها، فاصبروا على الجاي يصير بيكم يا أخوتي، والله إن شاء الله النصر قريب بجاه النبي. وعن المحاصصة يعني إن شاء الله الشعب قادر على أن هاي يسويها.
الشعب قادر على أن يسويها هاي، إن شاء الله يشيلون المحاصصة، لأن الأحزاب ما شفنا منها غير الأذية الدمار، هاي رماديك أنبارك محافظات البقية، وبدأوا بالمحافظات الجنوبية ما حصلنا من عدها بس الأذية، هذه هاي الأحزاب. فالغاء الأحزاب شيء لازم ما بيه مجال.